فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. كثير من الإخوة هداهم الله يشاهد المباريات من خلال التلفزيون ويقول أن هذا ليس في شيء، مع العلم أن المباريات يظهر فيها كشف العورات، وكذلك خصوصا المباريات الآن اللي تحصل تكون في خارج المملكة ويحضر في المدرجات نساء، وللأسف قد يكون من بعد ملتزم ويحتاج بأنه يعني فقط للمشاهدة ليس للتشجيع والحماس. الواقع أن ما أشرت إليه قد ابتلي به بعض الناس، وصاروا يهوون هواية شديدة النظر إلى المباريات، حتى أن بعضهم ربما يدعو الصلاة مع الجماعة من أجل هذا، ولا ريب أنه إذا ترك الجماعة من أجل هذا أنه عاصي وآثم، لأن الجماعة واجبة. لكن إذا قدرنا أنه بعد أن صلى العشاء جلس، فهنا نقول جلوسك هذا إن سلمت من الإثم فإنه لغو، ولكنني لا أظنه يسلم من الإثم لأمور: أولا أنه يضيع وقته في غير فائدة، والوقت أغلى من المال وأثمن من المال للعاقل، ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قل لعلي يشاهد مباريات أو أتمتع في الدنيا، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهذا يدل على ندمه على ما أضاعه في غير طاعة الله عز وجل. ثانيا أنه يوجب تعلق القلب بهذا، لكن لو فطم نفسه عنه ما همه، كما هو معروف في الأخوان الذين لا يطالعونها لا تهم، بل إذا كانوا يشاهدون الأخبار ثم جاءت هذه المباريات أغلقوا التلفزيون، لكن إذا صار يشاهدها تعلق قلبه بها وألفها وصار حبه لها غراما. ثالثا أنه ربما يغلب في هذه المباراة من هو كافر أو فاسق، فيقع في قلبه تعظيمه ومحبته وموالاته، وهذه خطيرة. رابعا أنه سيضيع مالا بما ينفقه على هذا التلفزيون من أجرة الكهرباء، وكذلك الأضواء في المحل الذي هو فيه ربما يستغرق شيئا كثيرا من الأموال. لذلك نرى أن مشاهدة هذه المباريات فيها شيء من السفه وفيها شيء من الخطر على الإنسان، فالذي ينبغي لك أيها الحازم أن لا تشاهد هذه المباريات.